الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من طبيب يداوي، وظن المحتضر وأهله، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين، نشهد أنك أنت القادر، أنك تحيي وتميت، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبدك ورسولك، ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل شفاعته، وأن تسقينا عند الحوض بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وقد بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، عندما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، حلوه ومره. واليوم الآخر هو اليوم الحق. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم يقول سبحانه: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون حول ابنكم أو أبيكم أو أخيكم أو صديقكم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. هذا تحدي من الله عز وجل، وهذا من إعجاز القرآن، يتحدى البشرية جمعاء ويقول:
إن كنتم تزعمون أو تظنون أنكم غير محاسبين أو غير مبعوثين فرجعوا الروح التي قبضها الله. والتحدي قائم إلى يوم القيامة، لن تستطيع البشرية جمعاء مهما تقدم علمها، مهما تقدمت في العلم، أن تعيد روحا قبضها الله أو أن تمسك روحا أراد الله قبضها. وهذا التحدي قائم للخلق إلى يوم القيامة، ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم لا تؤمنون بحشر ولا بعث ولا قيامة ولا تظنون أنكم محاسبون، فأوقفوا قبض الروح إذا أراد الله قبضها. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم يقول سبحانه: إن هذا لهو حق اليقين. فسبح كبر وعظم الكبير سبحانه، فسبح كبر عظم، فسبح باسم ربك العظيم. ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الذي لا نزاع ولا خلاف وأنه آت لا محالة هو الموت. وهذا الشعر الجاهلي طرفة ابن العبد قبل الإسلام يقول: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى الحبل الممتد وسنياه طافاه وسنياه باليد، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أواجهها أو أبادرها بما ملكت يدي. والعاقل من يبادر منيته بالخيرات، لأنك بين أمرين لا ثالث لهما، كما قال القرآن الكريم: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. مهما طال معدود ومحسوب، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وهنا نضع الحالتين أمامك. الحالة الأولى يقول سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يفر فقط، هنا يفر، يترك الأب، يترك الابن، يترك الزوجة، يترك الولد، يفر لينجو بنفسه. ليس هذا فحسب، بل في صورة المعاج يقول سبحانه: يود المجرم لو يفتد من عذاب يومئذ بمن؟ ببنيه. وانظر إلى السياق القرآني في صورة عبسة: يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأبعد وانتهى بالأقرب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بدأ بالأخ وانتهى بالابن. وهنا في اللحظة الحاسمة يضحي بأقرب الناس إليه ليفتدي به نفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تنزع الجلد من اللحم واللحم من العصب، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لكن على الجانب الآخر، جانب الرحمة، جانب الإيمان، جانب المؤمنين باليوم الآخر والعاملين لهذا اليوم، يقول سبحانه حتى يطمئن عباده المؤمنين: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها.
حتى مجرد الصوت البعيد لحسيس النار لا يسمعونه، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وإذا كان الفزع الأكبر لا يحزنهم فما دونه لا يحزنهم أيضا. ليس هذا فحسب، وتتلقاهم الملائكة. قال أهل العلم عند البعث تتلقى الملائكة عباد الله المؤمنين، يوقف الله لكل عبد صالح ملكا يطمئنه، لا تخف يا عبد الله ولا تحزن، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي عملتم له. وتتلقاهم الملائكة يوم البعث يوم المحشر عند الخروج من القبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. فيا بشرى، فيا بشرى من تلقته الملائكة يومئذ، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم كيوم نجاح الطالب ويوم عيده، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقول سبحانه لهم نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب من أبواب الجنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يكون الرضا الأكبر حين يطلع الله عز وجل على عباده المؤمنين فيقول يا عبادي، يا عبادي إني قد رضيت عنكم، يا عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني، يا عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني. فيقولون كيف لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. فيقول سبحانه يا عبادي إن لكم علي أن أرضى اليوم عنكم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. تحدثنا عن الإيمان باليوم الآخر، وأن الناس ما بين أمرين لا ثالث لهما، فمنهم شقي وسعيد. أختم الحديث بأن من يؤمن بالله واليوم الآخر يعمر الدنيا بالدين ولا يخربها باسم الدين. فديننا فن صناعة الحياة وليس فن صناعة الموت. ديننا فن عمارة الكون، أن نأخذ بالأسباب وأن نعمر الكون وأن نملأه برا ورحمة وعملا وإنتاجا، تجارة وصناعة وزراعة وصناعة، ونكون أنموذجا لهذا الدين الذي يهدف إلى عمارة الكون وإلى البناء والتعمير لا إلى التخريب، حيث يقول سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالدين فن العمارة وفن البناء في كل جوانب الحياة. من يؤمن بالله واليوم الآخر
لا يمكن أن يخون وطنة، لأن خيانة الأوطان هي خيانة للأديان، ومن يخونون أوطانهم ويكونون أبواقا لأعدائها لا علاقة لهم بالإيمان ولا هم من الإيمان في شيء. من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يبيع وطنه ولا يبيع دينه لأعداء وطنه وأعداء أمته بالدنيا وما فيها. من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يكون خائنا، ولا يمكن أن يكون كذابا، ولا غشاشا، ولا منافقا، ولا مرتشيا، لأنه يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل ويقال له وقفوهم إنهم مسؤولون. يعلم أنه مهما حصل من الدنيا بعمالته أو بخيانته أو باستعدائه ضد وطنه وأمته أو بكونه بوقا يتقاضى فتات الدنيا الزائل لينال من وطنه ومن أمن وطنه. وبلادنا هي بلاد الأديان وبلاد سماحة الأديان. واليوم ونحن نفتتح هذا المسجد بمناسبة العيد القومي لمطروح في أقل من 4 أشهر، هذا المسجد يكمل 660 مسجدا، فمصر بلد الإيمان وستظل، وبلد الإسلام وستظل، ومن يزايدون عليها لا يفهمون لا معنى الدين ولا معنى الوطن. وبما أن جزءا كبيرا بني بالجهود الذاتية من هذه المساجد، فالخير في هذا الوطن وفي أهله وفي هذه الأمة وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وأوطاننا وأمتنا العربية هي القلب الحامي للدين ولسماحة الأديان ولعظمة الإسلام، فمن ينال منها أو يعمل على هدمها إنما يعمل على هدم دينه ويبيع دينه بدنياه. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا وحسن الولاء وحسن الانتماء لأوطاننا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. ونسأله أن لا يجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفاه، ولا همّا إلا فرجه، ولا دينا إلا سدده. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.